Hello, third grade. I am teacher Thina. Today we're gonna start with revision. رح نبدأ بمراجعة لمادة الفاينل. رح نبدأ بأول درسين نراجعهم مع بعض. طبعاً الوحدة الفاينل هي ال classification of animals اللي هو تصنيف الحيوانات. Classification تصنيف animals حيوانات. نبدأ بأول درس. We're gonna start with the first lesson. Groups of animals. Groups يعني مجموعات animals حيوانات. مجموعات الحيوانات. Animals are sorted in groups according to their features. يعني بنصنف sorted نصنف أو نقسم بنصنف الحيوانات إلى مجموعات groups حسب شو حسب features يعني صفات معينة بالحيوان أو ميزات. Animals have backbones are grouped in one major group. يعني أول مجموعة هي animals with backbones يعني الحيوانات اللي إلها عمود فقري. والمجموعة الثانية do not have backbones ما إلهم عمود فقري نسميهم animals without backbones. I will circle the animals that have backbones. تمام. Animals that have backbones are classified into five groups. هلا نقسم الحيوانات اللي إلها عمود فقري أو الفقرية إلى خمس أقسام. The first one mammals. Mammals يعني الثدييات. مثل ما شايفين هون صورة تايجر إذن mammals الثدييات. Birds الطيور. Amphibians amphibians البرمائيات. Reptiles الزواحف. Fish الأسماك. ممكن أجيب لك سؤال صح وخطأ إذا كانوا من الباكبونز. ممكن أجيب لك صور أحكي لك هذا with backbones أو without backbones يعني ممكن نواب الأسئلة. Snakes have backbones. معلومة أنه الأفاعي snakes إلها عمود فقري. Earthworms do not have backbone. دودة الأرض earthworms هي دودة الأرض ما إلها عمود فقري. ممكن أجيب لك إياهم صح وخطأ أو دوائر هاي المعلومات أو أحط صورة وأحكي لك شو مجموعته. مثلا أحط لك صورة عصفور أحكي لك شو مجموعته تحكي لي birds. مثلا صورة هاي الليزرد أو السحلية تحكي لي مثلا reptiles. تمام. نبدأ بأول مجموعتين mammals and birds. Mammals الثدييات. Mammals vary in size and shape. يعني هي مختلفة بالشكل وبالحجم. Size حجم وshape شكل. But they have common features. بس دائما في عندنا صفات مشتركة. What are these features? شو هن هاي الصفات المشتركة؟ أول إشي their bodies are covered with hair, fur or wool. يعني جسمها إيش بغطي؟ Covered يغطي. جسمها إيش؟ Hair شعر. Fur فرو. Wool صوف. ممكن أجيب لك أنا صورة حيوان وأحكي لك مثلا شو بيغطي شعر شو بيغطي جسمه مثلا أسألك أسئلة تانية عنه. تمام. أول حيوان أنا صورته هون horse حصان sheep خروف bear دب. Mammals give birth to babies يعني هاي الخاصية التانية أو صفة التانية فيه أنه بينجب أطفال إذا بتكاثر بالولادة مش بالبيض بالولادة. The mothers feed milk to their babies. يعني الأم بتطعمي أطفالها الحليب. البيبيز بيأكلوا حليب. A few mammals lay eggs. في بعض يعني قاعدة بتكون شاذة. بعض من الحيوانات المامالز الثدييات بتضع البيض. مثل such as platypus. Platypus هو خلد الماء. بيضع البيض ما بيولد. Chimpanzee with its baby. هلأ chimpanzee مثال على كمان على المامالز. إذا صار عندنا هون بالصورة هون في عندنا خمس أمثلة على المامالز. ممكن أجيب لك صورتها وأحكي لك شو خصائصها أسألك عن خاصية معينة تكتب لي مثلا what covers its skin شو بغطي جسمها تحكي لي مثلا fur or wool. هذا الحصان الهورس حيكون hair الشيب حيكون wool والبير بتكون طبعا fur فرو. ممكن أنا أحط لك سؤال صح وخطأ. ممكن أحط لك دوائر أكتب لك مثلا مين الحيوان اللي بيغطي مثلا الفرو تكتب لي مين فيهم أو مثلا أسألك مين الحيوان الثدي اللي بيكون فيه أنه بيضع البيض ما بيولد تحكي لي مثلا بلاتيبس وهكذا زي هيك أنواع الأسئلة. ننتقل للبيردز. A bird has a beak, two wings and two legs. هلأ شو خصائص العامة للبيردز الطيور؟ إله one beak يعني منقار واحد two wings جناحين wings جناح أجنحة and two legs له رجلين. The body is covered with
feathers. إذا شو بغطي جسمه؟ بغطي feathers. Feathers mean الريش. الريش. Most of birds can fly. يعني معظمهم بقدروا يطيروا. بس في يعني مش كلهم. Not all of them. يعني في معظمهم بيطيروا. They lay eggs كمان صفات أنه بضع البيض. A hen with its eggs. هلا الهن هي أنثى الدجاجة بتضع البيض. A penguin. Penguin هو البطريق. With its egg. كمان بضع البيض. Although bats fly, but they are mammals, not birds. They give birth to babies. في مثال على ثدييات بيكون شاد شوي عن القواعد. اللي هو هون مثل البات. بات اللي هو الخفاش أو طواط. بيكون they are mammals. هو من الحيوانات الثدييات. مش طيور. تمام؟ بس هو بقدر يطير. Birth. يعني بقدر أنه يولد البيبيز. الأطفال. ممكن أجيب لك صورة طائر، أسألك شو بغطي جسمه، إيش خصائصه المميزة زي بيك، two wings two legs، تمام؟ أو مثلاً شو كمان خصائصه أنه يضع البيض، مخطط صح وخطأ، دوائر، أحط صورة الحيوان وأسألك عنه. طبعاً كل الكلمات راح تكون موجودة وجاهزة، بس عليه يحفظ ويفهم. Classification of animals، تصنيف الحيوانات. The vocabulary: mammals, amphibians, reptiles. Feathers, scales, fins, birds, fish, fur, lungs, gills. Groups of animals. مجموعات الحيوانات. Groups. Features. Backbone. Classification. Earthworm. ممكن أجيب لك سؤال معاني. يعني احفظ المعاني بالعربي وبالإنجليش. ممكن أجيب لك سؤال معاني. تمام؟ كلمات رح يكونوا مكتوبين، يعني مثل على شكل دوائر، على شكل جدول، أي شيء مهم بيكونوا مكتوبين، أنت عليك بس تكتب الكلمة. يعني بالإنجليش مكتوبين، العربي لا طبعاً. يعني الكلمة بالإنجليش مكتوبة، ما في داعي تتعلم أنه إملاءها أو كيف أهجيها، هو أنك تحفظ الكلمة وتفهمها. Groups of animals، لإيش تقسم الحيوانات حكينا. Animals with backbones، حيوانات إلها عمود فقري. Animals without backbones، ما إلها عمود فقري. Animals with backbones are classified into. شو بتتصنف الباكبون زي ما حكينا؟ لخمس أقسام. Mammals ثدييات. Birds طيور. Amphibians برمائيات. Reptiles الزواحف. وفيش الأسماك. Snakes have a backbone. حكينا أنه الأفعى snakes have a backbone. عندهم شو؟ Have backbones يعني إلهم عمود الفقري. Earthworm do not have backbones. ما إلهم الأرثورم اللي هو دودة الأرض ما إلها عمود فقري. List the groups of animals with backbones. عرفناهم هم mammals, birds, amphibians, reptiles, and fish. Mammals and birds. Mammals ثدييات. Birds الطيور. Fur, wool, hair, horse, sheep, bear, platypus, chimpanzee, beak, legs. Penguin, bat. نبدأ بالmammals اللي هي الثدييات. Common features of mammals. شو هن الصفات المشتركة بالmammals؟ Their bodies are covered with hair, fur or wool. بغطي أجسامها hair, شعر. Fur, الفرو. Wool, الصوف. They give birth to their babies. يعني بينجبوا أطفال. ما ببيضوا. يعني بالولادة. بتكثر بالولادة. The mothers feed milk to their babies. يعني الأم بتطعمي أطفالها شو بتطعميهم حليب milk. Examples أمثلة. Chimpanzee having babies. Chimpanzee ممكن ينجب أطفال. Platypus يضع البيض بس هو mammals. وbats mammals بس كمان هو بيقدر يطير. أمثل عليه كمان الhorse والbear وكمان أخذنا sheep. انتقل للbirds الطيور. Common features of birds. الصفات المشتركة للطيور. أن a bird has a beak, two wings and two legs. حكينا إله منقار, beak. وجناحين, wings, two wings and two legs. ورجلين. The body is covered with feathers. إيش بغطي جسمه? Feathers, اللي هو الريش. Most birds can fly. معظم الطيور تقدر تطير بس مش كلها. They lay eggs. بضعوا البيض. أمثلة, examples. Hen. اللي هي أنثى الدجاج. وعندنا بينجوين اللي هو البطريق. في غيرها طبعا كتير طيور نعرفها. سبارو العصفور. بارت الببغاء. وفي غيرهم. Fill in the blanks.
The body of mammals is covered with إيش بغطي؟ mammals حكينا يغطي ثدييات أجسامها بغطيها ال hair, fur and wool. Examples of mammals أمثلة عليهم حكينا horse, sheep and bear. A few mammals can lay eggs such as حكينا مين فيهم بضع البيض من mammals اللي هو اسمه platypus أو خلد الماء. Most of birds can شو أغلبهم بقدروا يعملوا بقدروا fly يطيروا. A bird has one beak, two wings and two legs. أول فيديو من المادة الداخلة بالفاينل ادرسوا منيح أول بأول. خلال هذا الأسبوع ادرسوا هاي المادة منيح واحفظوها. الأسبوع الجاي إن شاء الله ببعث لكم كمان واحد.